نرحب بكم في فقرة أنا أرى، حيث نبث مقاطع فيديو وصور التقطها المواطنون الصحفيون وأرسلوها لنا عبر تطبيق أنا أرى. تقدر منظمات حقوقية وإغاثية عدد الأطفال الذين يقاتلون مع ميليشيات الحوثي في اليمن بالآلاف، ومن أبرز المهام التي يتولاها الأطفال المجندون حراسة المنشآت العسكرية ومقرات الحوثيين ونقاط التفتيش. أتفرج شناي؟ أي سمك؟ والله ونعم، هذا الشعبوة علي بدحمي الوطن، الله يقويك. هذا ركا. وقد سجل عدد من اليمنيين عمليات خرق للهدنة الإنسانية تقوم بها ميليشيات صالح والحوثي في عدد من المحافظات اليمنية، وشملت الخروقات قصف الأحياء السكنية في عدن. وأسفرت الاشتباكات العنيفة التي استمرت أسابيع في محافظة الضالع بين ميليشيات الحوثي وصالح وبين المقاومة الشعبية عن الكثير من الخسائر المادية، خاصة وأن مدفعيات ميليشيات الحوثي كانت تستهدف الأحياء السكنية ولا تفرق بين مسجد أو منزل أو مبنى حكومي، مما تسبب في تدمير أعداد هائلة من البيوت. وإلى هذه الصورة التي توضح الحالة المعيشية لليمنيين مع تكدس القمامة في الشوارع والاعتماد على العربات التي تجرها الحمير كوسيلة نقل أساسية، حيث علق مرسلها الحوثيون أرجع اليمنيين قرونا إلى الخلف. وأحد شبان الجالية اليمنية في باكستان يرفع شعارا لمؤازرة المقاومة الشعبية في بلده، كتب عليها من باكستان تحية إجلال للمقاومة الشعبية. مسنة يمنية في الثمانين من عمرها تدعو للملك سلمان وتفديه بروحها، وذلك على موقفه الشجاع لحماية الشعب اليمني. الله يديك العافية، فرحة اليوم معانا لساعة، الله يحفظ بن سلمان ويكون معاه ويحمي بلاده إن شاء الله، يفرح الجميع، الله يفرحه. وما زالت الرائد الطيار الإماراتية مريم المنصوري تستأثر باهتمام متابعي المشهد اليمني، ومن قصائد إلى أغاني حصدت العديد من الإهداءات كهذه الأغنية التي أغناها شاب على ألحان أغنية شعلومة لحاتم العراقي. مريومة وين انت يا مريومة، طيارتك تخصفني قامت عيني وأنا بسابع نومة، مشتاق لي أمي وداري اشتعل بي الحب داري سهران، أنا مخليني نظر وعد هجومة، ما شوفة وين علي ما شوفة، اليوم غايب عني ودي شوفة عيني تبي مريومة. يلا في الختام نذكركم بإمكانكم المساهمة في نقل ما يدور حولكم من خلال تحميل تطبيق أنا أرى بزيارة متجر جوجل في الهاتف الجوال أو زيارة صفحة أنا أرى على موقع العربية، وسنختار منها ما يبث في نشرات الأخبار على قناتي العربية والحدث ضمن فقرة أنا أرى.